بأي قصيدة ينضو رثاؤك وحرف الشعر يخجله بهاؤك؟ لعمر الله يا نور الدياجي رحلت ولم يغب عنا سناؤك. العم أمين عبد الجواد جمع المحبة والطيبة والقبول في آن واحد، كيف لا يكون هذا وهو من أهل طيبة الطيبة؟ ولولا العمل ما خرج منها، سكن جدة وتعمق في بحارها حتى أصبح أشهر صيادي العروس بعد أن جاب البحار واصطاد سماكها. يعني أنا واحد يوم كنت في حالي في البحر وكان الموج شديد، وجيت عند الكسارة داريت وراه ونام في الليل، تعرف الليل وشبح البحوري مع الموج، طحت في الموية الحالي في الليل والبوت عالي وأنا ثقيل ما قدرت أطلع، قعدت يمكن كم ساعة بعدين سويت لقيت العربة اللي قدام سويت أبا وشكة وطلعت، بس أخذت برد وتنافض. وبعد أن جاب البحار واصطاد من خيراتها نقل سنارته ليصطاد القلوب، وأي اصطياد، اصطياد يحيي الروح ويبعث في القلب حياة، وهو تفرغه التام للدعوة للإسلام في شرق القارة وغربها، فمكث أكثر من 15 عاما يصول ويجول بين البلدان، أسلم على يديه عشرات الآلاف، ولا عجب في ذلك، فمنطوقه يسمع القلب وحديثه يداعب النفس، حتى كسب القلوب عبر الشاشات إلى أن طرحه المرض، ولكن هيهات لهذه الهمم أن تطرح. واستمر بنشاطه من مرقده وعلى فراشه لينشر همه الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وافته المنية اليوم، بل وافتنا جميعا، واسم وفاته تصدر الترند السعودي مزدحما بالدعوات والعبرات، شاهدين له بكل مثقال خير عمله. سبحوني وبيحوني وإني مقبل على عظيم غفور رحيم. اللهم كما كان مشهورا في الأرض فاجعله مشهورا في السماء.